الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ التعليق على شروط الصلاة وأركانها واجباتها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة والدخول الوقت واستقبال القبلة والنية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان شروط الصلاة، وعدها رحمه الله تعالى إجمالا وأنها 9، وعدها رحمه الله تعالى إجمالا وأنها 9، وسيفصلها المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وأجملها قبل التفصيل تشويقا لطالب العلم وتيسيرا للحفظ والفهم. والشرط هو ما خرج عن ماهية الشيء ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هو ما خرج عن ماهية الشيء ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الشرط عدم ما شرط له، وإذا وجد الشرط لا يلزم وجود ما شرط لأجله. فمن شروط الصلاة الطهارة، فإذا عدمت الطهارة فإن الصلاة لا تصح وإذا وجدت الطهارة فلا يلزم من وجودها أن توجد الصلاة فلا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر والكافر، وعمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بدأ رحمه الله تعالى وذكر الشرط الأول تفصيلا. والشرط الأول من شروط الصلاة الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ومراد المصنف رحمه الله تعالى بالإسلام هنا التزام الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وذكر رحمه الله تعالى أدلة على اشتراط الإسلام. أولها قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن دان بدين غير الإسلام ما قبل الله عز ومنه عملا مفهومه أن من يدين بدين الإسلام فعمله مقبول
أن من يدين بدين الإسلام فإن عمله مقبول. وذكر رحمه الله تعالى أن الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، الآية. ودلالتها في قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ودلالة هذه الآية على أن الكافر لا يقبل منه في قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ومعنى قوله حبطت أي بطلت. فالكافر عمله حابط لا يقبله الله تبارك وتعالى. وكذلك ذكر قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء هو الذر الذي يرى في شعاع الشمس إذا نفذت إلى ظل. هو الذر الذي يرى في شعاع الشمس إذا نفذت في ظل. شبه الله عز وجل أعمال الكافرين بهذا الهباء. فالهباء لا ينتفع به، فكذلك عمل الكافر لا ينتفع به. فالهباء لا ينتفع به، فكذلك الكافر عمله لا ينتفع به. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني العقل وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل. ثم ذكر الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو العقل. واستدل المصنف رحمه الله تعالى لهذا الشرط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنها: والمجنون حتى يفيق. ومنها: والمجنون حتى يفيق. وهذا الحديث أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه وإسناده صحيح. ومعنى قوله رفع القلم أي رفعت عن هؤلاء الثلاثة المؤاخذة بخطاب الشرع. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم معناها رفعت عنهم المؤاخذة بخطاب الشرع من الأمر والنهي. ومنهم من فقد عقله بجنون، ويقاس عليه كل فاقد عقل، فالجنون هو زوال العقل، فكل من زال عقله رفع عنه التكليف، كمن سكر لمدة طويلة فإنه يرفع عنه التكليف مدة ذهاب عقله. وكذلك من أغمي عليه لمدة يرفع عنه التكليف لهذا الإغماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث التمييز وضده الصيار، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الثالث وهو التمييز، وضده الصغر. وقد ذكر الدليل على التمييز، والتمييز له علامتان: أحدهما
علامة قدرية، وهو معرفة الصبي ما ينفعه ويضره، معرفة الصبي ما ينفعه ويضره، وفهمه الخطاب ورده الجواب، وفهمه الخطاب ورده الجواب. والآخر علامة شرعية، وهي بلوغ 7 سنين، وهي بلوغ أو تمام 7 سنين. فمن تم 7 ودخل في السنة 8 فإنه مميز شرعا. فمن تم 7 ودخل في السنة 8 فهو مميز شرعا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل لذلك، وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد عليهما رحمة الله، وهو حديث صحيح. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز. ثم ذكر الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو رفع الحدث. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من كل ما تجب له الطهارة. والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من كل ما تجب له الطهارة، وهو نوعان: حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، وهو ما أوجب غسلا، وحدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، وهو ما أوجب وضوءا. فإنه يسمى حدثا أصغر. والحدث المقصود في كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا هو الحدث الأصغر، لذلك قال: وموجب، وهو الوضوء، وهو الوضوء المعروف. فمراد المصنف هنا بالحدث الحدث الأصغر، الحدث الأصغر. نعم. ثم أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الوضوء في شروط الصلاة ذكر استطرادا ما يتعلق بالوضوء. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ما ينوي إباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. ثم ذكر رحمه الله تعالى شروط الوضوء، وذكر أنها 10: أولها الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الثلاث مرت معنا عند الكلام على شروط الصلاة، والكلام فيها في هذا الموضع كالكلام فيها في الموضع السابق: حذو القذة بالقذة. والرابع النية، والرابع النية. فالنية شرط لصحة الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي المسلم بوضوئه رفع الحدث أو ينوي به الطهارة. ثم ذكر الشرط الخامس وهو استصحاب حكمها، أي استصحاب حكم النية، ثم فسره بقوله: بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، أي لا ينوي قطع نية هذا الوضوء
حتى ينتهي من طهارته، فلا يأتي بشيء ينقض نيته، فلا يأتي بشيء ينقض نيته. إذن هناك حكم أو هناك حكمان يتعلقان بالنية، أولهما نية إيجاد الوضوء وهو فعل الوضوء على وجه القربة التقرب به إلى الله عز وجل، فعل الوضوء على وجه القربة. والآخر نية أو استصحاب حكم النية، وهو عدم الإتيان بما ينقض النية التي أوجدها عند وضوئه، وهو عدم الإتيان بما ينقض نيته التي أوجدها عند وضوئه. ثم ذكر الشرط السادس، وهو انقطاع موجب، وهو انقطاع موجب. وموجب الوضوء هو الحدث، وانقطاعه أن يفرغ من الحدث، فلا يصح الشروع في الوضوء حتى يفرغ العبد من الحدث. فمن كان يبول مثلا وأراد أن يتوضأ، لا يصح وضوءه حتى ينتهي من وضوئه من بوله ويستنجي، ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. ثم ذكر الشرط السابع، قال استنجاء أو استجمار قبله. والمراد بالاستنجاء والاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين باستعمال الماء، هذا هو الاستنجاء. والاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين باستعمال الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. وليس الاستنجاء والاستجمار مما يشترط للوضوء، لكن إذا دخل الخلاء وقضى حاجته وجب عليه أن يستنجي ويستجمر، فمحل هذا الشرط استنجاء واستجمار قبله حيث حدث الحدث، حيث وجد الحدث. فإذا لم يوجد حدثا لا يلزم المتوضئ بدخول الخلاء ويستنجي ويستجمر قبل وضوئه. ثم ذكر الشرط الثامن، وهو طهورية الماء وإباحته، أي كون الماء طهورا، أي كون الماء طهورا، فلم يختلط بنجاسة ولا بما يخرجه من كونه ماء من الطاهرات، وكونه حلالا مباحا غير مغصوب ولا مسروق ولا موقوف على غير الوضوء، فلا يصح أن يتوضأ المسلم بالماء المغصوب المأخوذ غصبا، ولا بالماء المسروق، ولا بالماء الموقوف على الشرب مثلا. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن من توضأ بماء غير مباح من هذه الثلاث أن وضوءه باطل، أن وضوءه باطل. والصواب هو أن الجهة منفكة، فيصح الوضوء بالماء المغصوب والمسروق، بالماء المغصوب والمسروق والموقوف على غير الوضوء مع الإثم، مع الإثم. تاسع الشروط، قال إزالة ما يمنع
وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح أن يكون في البشرة ما يمنع وصول الماء إليها، ما يمنع وصول الماء إليها كالبهية وما شابه ذلك، فإذا وجدت ومنعت وصول الماء بطل الوضوء ولم يصح. عاشرها دخول الوقت على من حدثه دائم. من حدثه دائم هو صاحب الحدث الذي لا ينقطع حدثه، صاحب الحدث الذي لا ينقطع حدثه، كمن عنده سلس بول لا ينقطع بوله أبدا بل يبقى متصلا. فمن كان حاله كذلك فإنه لا يتوضأ للصلاة حتى يدخل الوقت، فإنه لا يتوضأ للصلاة حتى يدخل الوقت. وهذا الشرط الأخير ليس لجميع المسلمين وإنما لمن حدثه دائم، فهو خاص بمن كان كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طول من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس منه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كذلك استطرادا فروض الوضوء، والمراد بفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها وفروض الوضوء ستة، أولها غسل الوجه، وحد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. وقولهم من منابت الشعر المعتاد قيد لإخراج الأغم والأصلع، الذي ينزل شعره على جبهته، فلا يصح أن يمسح على الجبهة التي فيها الشعر بل يغسلها، لأن هذا الشعر نبت في غير مكانه، وحق هذا المكان أن يغسل فيبقى على الأصل. وكذلك لإخراج الأصلع، فإن الأصلع وهو من انحسر شعره عن رأسه ينبغي أن يغسل وجهه إلى منابت الشعر المعتاد، ولا يجعل هذه السلعة كالجبهة، بل السلعة حقها أن تمسح على أصلها. فأصل الأصلع أنه كان ذا شعر فيمسح على صلعته كما يمسح على شعره. ثم أن حد الشعر أن حد الوجه عرضا من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، فلا بد أن يغسل هذا الموضع كله.
قال المصنف: ومنه المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه: من توضأ فلينتثر، وكذلك من توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستنشاق والاستنثار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والاستنثار. والاستنشاق هو جذب الماء إلى أعلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء الذي جذبه بأنفه، والاستنثار هو إخراج الماء الذي جذبه بأنفه. والأمر عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب، والأمر عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب. فذهب الحنابلة وكذلك الظاهرية إلى أن الاستنشاق والاستنثار واجبان، وألحقوا بهما المضمضة. والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه. والدليل على أن المضمضة واجبة حديث لقيط بن صبرة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليتمضمض. فأمره عليه الصلاة والسلام بالمضمضة يدل على وجوبها. وذهب الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار مستحبة، ليست بواجبة. والأحوط هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى لأمرين اثنين: أحدهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بهذه الثلاث أمرا لا صارف له، والآخر أن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحب الكرام ذكروا أنه يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم ذكر الفرض الثاني وهو غسل اليدين إلى المرفقين، واليدان حدهما من أطراف الأصابع، إلى المرفقين، فيغسل المتوضئ كفه جميعا عند غسل يده بعد غسل الوجه، فيغسل المتوضئ كفه جميعا عند غسل يده بعد غسل وجهه، ويدخل المرفقين عند غسله. والمرفق هو العظم الناتئ في الذراع، الذي يرتفق به إذا اتكأ، فهو العظم الذي يفصل بين الساعد والعضد، وهو عظم ناتئ. ثم ذكر الفرض الثالث
وهو مسح الرأس، وهو مسح الرأس. ومسح الرأس عند الحنابلة أن يمسح الرأس كله، أن يمسح الرأس كله ولا يترك منه شيء، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود إلى ما بدأ به، أو يبدأ من قفاه إلى مقدم رأسه ثم يعود إلى قفاه، ثم يعود إلى قفاه. وذهب الشافعية والحنفية إلى أن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيض، فمن مسح بعض رأسه صح مسحه للرأس، فمن مسح بعض رأسه صح مسحه للرأس. أما الشافعية فيرون المسح يصح بأقل ما يمسح، فلو مسح على 4 شعرات أو 3 صح مسحه. قلنا أن الشافعية والحنفية يرون أن الباء للتبعيض، فامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم، فمن مسح ببعض رأسه صح مسحه. أما الشافعية فيرون أقل ما يمكن مسحه يصح به المسح، والحنفية يرون أن المسح يصح إذا مسح ثلث رأسه أو ربع رأسه. والصواب ما ذهب إليه حنابلة والمالكية رحمة الله عليهم من أن المسح لا يصح إلا إذا مسح رأسه كله، والباء في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم للالتصاق وليست للتبعيض، للالتصاق وليست للتبعيض، أي امسحوا على رؤوسكم حال كونكم ملصقين أيديكم على هذه الرؤوس. ومما يرجح هذا المذهب هو أن المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه كله، ولم يصح عنه مسح بعض رأسه، ولم يصح عنه أنه كان يمسح بعض رأسه. ومن الرأس مسح الأذنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وصفة مسح الأذنين أن يدخل سبابتيه في أذنيه ويمرر إبهامه بخارجة الأذنين، ويمرر إبهامه بخارجة الأذنين. أما السبابتين فإنه يمسح بها صماخي أذنيه، أي داخلة أذنيه. ثم ذكر الفرض الرابع وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فيدخل في غسل رجليه غسل كعبيه. والكعب هو العظم الناتئ في آخر القدم عند العقب، والكعب هو العظم الناتئ في آخر القدم عند العقب. والفرض في الرجلين أن يغسلا، والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلا 3، فيغسل مرة ثم يغسل مرة ثانية ثم ثالثة، لما صح في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال ثم غسل رجليه 3، ثم غسل رجليه 3. ثم ذكر الفرض الخامس
وهو الترتيب. والترتيب هو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية الواردة في القرآن. والدليل على الترتيب عند الحنابلة أمران اثنان، أحدهما أنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بغير الترتيب المعروف في الوضوء. والآخر هو أن الله عز وجل أدخل ممسوحا مسح الرأس بين مغسولين، وهما غسل اليدين والرجلين، أن الله عز وجل أدخل ممسوحا مسح الرأس، أدخل ممسوحا بين مغسولين، بين مغسولين. والعرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لغرض، والعرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لغرض. والغرض هنا وجوب هذا الترتيب، وجوب الترتيب المذكور في الآية. الدليل أو الفرض السادس الموالاة، وهي إتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء، إتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء بغير فصل، بغير فصل بين أبعاد الوضوء. والدليل على الموالاة حديث صاحب اللمعة، حديث صاحب اللمعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم، قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره بإعادة الوضوء. فلو لم يكن، فلو لم تكن هذه الموالاة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل رجله فحسب، لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسل وجهه، أن يغسل رجله فحسب. فأمره له عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء كله دليل على أنه إذا حصل فصل طويل بين غسل هذه الأعضاء وحصل تراخ في غسلها ومسح الممسوح منها فإن الوضوء لا يصح. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بما بدأ الله به، مستدلا به على الترتيب. والحديث بهذا اللفظ، بلفظ الأمر ابدأ بما بدأ الله به، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث شاذ مخرج عند النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فهو حديث شاذ مخرج عند النسائي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. والصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالصفا أولا قبل أن يصعد على المروة، وقال أبدأ بما بدأ الله به، وقال أبدأ
بما بدأ الله به، فليس في الأمر، فليس في الحديث أمر ابدأ، وهو خاص خبر خاص بما يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وواجبه التسمية مع الذكر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى واجبا واحدا للوضوء، وهو التسمية مع الذكر. وهذه التسمية أي قول بسم الله قبل الوضوء يسقط مع النسيان، يسقط مع النسيان. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب، هو رواية في مذهب الإمام أحمد والجمهور أحمد في رواية أخرى والأئمة الثلاثة، على أن التسمية ليست واجبة، على أن التسمية ليست واجبة عند بدء الوضوء. والحديث العمدة في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مضاعف عند عامة أهل العلم، مضاعف عند عامة أهل العلم. فتضعيفهم لهذا الحديث دليل على أن ما دل عليه هذا الحديث لم يأخذوا به. قال رحمه الله: ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء وعدها ثمانية. والنواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم، والنقض هو حل المبرم. ونواقض الوضوء هي الأشياء التي إذا فعلها المتوضئ فسد وضوءه، فسد وضوءه. وقد عدها المصنف ثمانية، وهذا مذهب أحمد، وعدها ويعدها غيره أقل من ذلك. أول هذه النواقض: الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين قبلا كان أو دبرا، فكل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، وهذا متفق عليه بين أهل العلم سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان نجسا أو غير نجس، فكل ما خرج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. الثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني من سوى السبيلين، فما خرج من غير السبيلين وكان فاحشا يعني كثيرا، وكان نجسا، فإنه ينقض الوضوء. ومراده بالنجس الدم، ومراده بنجاسته أي أنه دم. الثالث: زوال العقل، والعقل يزول بالجنون والإغماء والنوم، فكل ما زال العقل، فكل ما زال العقل فإنه ينقض الوضوء. الرابع:
مس المرأة بشهوة، فإذا مس الرجل امرأة عند الشافعية مطلقا بطل وضوءه، وعند الحنابلة قيدوا ذلك بالشهوة، فإذا مسها بشهوة انتقض وضوءه. وكذلك لو مست المرأة يد رجل بشهوة انتقض وضوءه. الخامس مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، مس الفرج باليد قبلا أو دبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. والسادس أكل لحم الجزور، أي أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الضان فقال: إن شئت فلا وإن شئت فنعم. وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: نعم. السابع تغسيل الميت، السابع تغسيل الميت، فمن باشر تغسيل الميت وليس المقصود الذي يصب له الماء، فمن باشر تغسيل الميت بيده انتقض وضوءه عند الحنابلة. والثامن الردة بعد الإسلام. وهذه الثمانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي المذهب عند الحنابلة. والحق أن الفاحشة، أن الخارجة من سوى السبيلين بفحش لا ينقض الوضوء، فمهما خرج من الإنسان دم فإنه يغسله ثم يصلي بوضوئه ولا ينقض ذلك وضوءه، ولا دليل على نقض الدم للوضوء ولو كان كثيرا في خروجه. وكذلك مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ومس الفرج قبلا أو دبرا لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. ومس الفرج قبلا أو دبرا لا ينقض الوضوء إلا إن كان بشهوة، جمعا بين الروايات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عن مس الفرج أو عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم جزءا وبضعا من السائل، فمثله مثل الأنف ومثل الأذن وما شابه ذلك. ويجمع بين هذا الحديث وحديث من مس فرجه فليتوضأ أو ذكره فليتوضأ أنه إذا مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه بغير شهوة سواء كان قبلا أو دبرا بحائل أو بغير حائل فإن الوضوء لا ينتقض. وكذلك الردة من الإسلام ليست من نواقض الوضوء على الصحيح، فإن الردة ليست ناقضا للأعمال إلا لمن يموت عليها، فمن ارتد وكان في المسجد متوضئا ثم أسلم ودخل الإسلام لم ينتقض وضوءه، لم ينتقض وضوءه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة والدري، وقوله تعالى: وثيابك فطهير. ثم ذكر أو ثم رجع رحمه الله تعالى إلى ذكر شروط الصلاة، فذكر الشرط الخامس وهو إزالة النجاسة. والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا، وإزالتها إعدامها ونفيها. والنجاسة
تزال من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة التي يصلي عليها، واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وهذه الآية أكثر السلف على الاستدلال بها على تطهير الأعمال من الشرك وتطهير الباطن من النجاسات، وليست الآية في الكلام على تطهير الثياب من النجاسات. ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريان وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط السادس وهو ستر العورة. والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه يسمى عورة. والمراد بالعورة هنا عورة الصلاة، والرجل الحر، والعبد كذلك عورته من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة جسمها كلها عورة، جسمها كله عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. أما المرأة المملوكة فعورتها أكثر من عورة الحرة، فعورتها في الصلاة ما كانت تخرج به، فما أذن لها في كشفه عند خروجها يؤذن لها أن تصلي به. والدليل على ستر العورة قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وهذه الآية أمر الله عز وجل فيها بالزينة، والزينة أكثر من العورة، فلا تتم الزينة إلا بستر العورة، نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط السابع من شروط الصلاة وهو دخول الوقت، أي دخول وقت الصلاة المفروضة، وهي الصلوات الخمس. وقدم المصنف رحمه الله تعالى الدليل من السنة لما فيه من التفصيل على الدليل من القرآن، فإنه مجمل. وقدم المصنف رحمه الله تعالى الدليل من السنة لما فيه من التفصيل على الدليل من القرآن لما فيه من الإجمال. والدليل على دخول الوقت هو قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وهذه الآية تدل على الصلوات الخمس، فدلوك الشمس هو زوالها، وزوال الشمس يندرج تحته وقتان الظهر والعصر، وغسق الليل هو ظلمته، وغسق الليل هو ظلمته، فيندرج فيه وقتان المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، وقرآن الفجر فيه صلاة الفجر، فيه صلاة الفجر. ومما يدل على الأوقات أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. وحديث أمن جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الثامن، وهو استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، والمراد بالقبلة الكعبة. والدليل على أن استقبال القبلة شرط هو قول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي إلى جهته، أي إلى جهته. والفقهاء لا يقولون استقبال الكعبة، وإنما يقولون استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة على درجتين: أحدهما من كان يرى عين الكعبة، من كان يرى عين الكعبة فالواجب في حقه استقبال عينها، استقبال عينها، والآخر من لم يكن كذلك، والواجب في حقه أن يصلي إلى جهة الكعبة، والواجب في حقه أن يصلي إلى جهة الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا قاله وكان في المدينة، فما بين والمدينة في اتجاه الشمال من مكة، فمن كان في اتجاه الشمال فما بين والجنوب، فما بين المشرق والمغرب له قبلة، ومن كان في اتجاه الغرب والشرق فما بين الجنوب والشمال له قبلة. فإن من لم يكن رائيا لعين الكعبة فإنه يصلي إلى جهتها، لذلك يعبرون بقولهم استقبال القبلة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط التاسع النية، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط التاسع وهو النية، والمراد بالنية إرادة القلب، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. والدليل على اشتراط النية
قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال لا تقبل عند الله عز وجل إلا بنية العامل. والنية شرط لصحة جميع الأعمال، فلا يقبل الله عز وجل عملا من الأعمال التي أمر بها إلا بنية صاحبها، إلا بنية صاحبها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على 7 أعضاء والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. ثم ذكر رحمه الله تعالى أركان الصلاة بعد انتهائه من عد شروط الصلاة. وعد المصنف رحمه الله تعالى الأركان بأنها 14 ركنا، وقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إجمالا وسيذكرها بعد ذلك تفصيلا، وسيذكرها بعد ذلك تفصيلا تشويقا وتيسيرا للحفظ، تشويقا وتيسيرا للحفظ. والركن هو ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما دخل في الماهية ولزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والفرق بين الركن والشرط هو أن الشرط خارج ماهية العبادة، فالوضوء خارج ماهية الصلاة، والركن داخل ماهية العبادة، فقراءة الفاتحة ركن لصحة الصلاة وهي داخل الصلاة. وقد يوجد الركن ولا توجد العبادة، فقد يقرأ المسلم سورة الفاتحة ولا يلزم من قراءته لسورة الفاتحة أن يكون في صلاة ولو عدم الركن، فلم يقرأ سورة الفاتحة عدمت صلاته وبطلت ولم تصح عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الأول من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة، وقيد القيام بالقدرة لما صح في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيد القيام بهذه القدرة، قال لبعض أصحابه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والدليل من القرآن على ركنية القيام قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. والقيام مع القدرة ركن في صلاة الفرض، أما في صلاة النفل فإنه ليس بركن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من القائم، صلاة القاعد على النصف من القائم. وهذا في صلاة السنة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما أحيانا في قيام الليل وجالسا أحيانا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم ذكر الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام، وسميت تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام لأن المصلي يحرم عليه كل شيء
قبل أن يكبرها إلا أفعال وأقوال الصلاة، لأن المصلي يحرم عليه فعل كل شيء إلا ما كان من أفعال وأقوال الصلاة. وتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، ولا تصح بغير هذا اللفظ، ولا تصح بغير هذا اللفظ. وهذا مذهب مالك وأحمد رحمة الله عليهما، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها تصح بهذا اللفظ وتصح بقول الله الأكبر، الله الأكبر، فإن الأكبر تكبير، فإن الأكبر تكبير لله عز وجل. وذهب الحنفية وأبو حنيفة إلى أن الصلاة تنعقد بكل لفظ فيه تعظيم لله عز وجل، فمن قال الله عظيم يدخل في الصلاة بهذا، ومن قال الله كبير يدخل في الصلاة بهذا اللفظ، ومن قال الله علي يدخل في الصلاة بذلك، وهذا مذهب فاسد. أما ما ذهب إليه الشافعي فإنه مرجوح، فإن التكبير المذكور في الحديث وتحريمها التكبير بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل الصلاة بغير لفظ الله أكبر، فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة بغير لفظ الله أكبر، ولو كان غير هذا اللفظ جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فكونه صلى الله عليه وسلم اقتصر على قول الله أكبر فهذا دليل على أن هذا اللفظ واجب وغيره لا يجوز. والدليل على تكبيرة الإحرام قول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن عن علي رضي الله عنه، وأخرجه كذلك الترمذي، وأخرجه كذلك الترمذي. والله أكبر يسن ويشرع معها رفع اليدين، ولعل المصنف سيذكر ذلك عند الكلام على سنن الصلاة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أن ينزهك تنزيها اللائق بجلالك يا الله، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك، ولا إله غيرك إلا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى استطرادا دعاء الاستفتاح، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى استطرادا دعاء الاستفتاح بعد ذكر تكبيرة الإحرام، بعد ذكر تكبيرة الإحرام. ودعاء الاستفتاح سنة عند جماهير أهل العلم، وهو دعاء يستفتح به بين يدي الفاتحة في الركعة الأولى، وهو دعاء يستفتح به بين يدي الفاتحة في الركعة الأولى، وهو سنة. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء جملة كبيرة، فقد صح
عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 أدعية استفتاح في السنة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 أدعية للاستفتاح. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما، من حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ثم فسر وصح منه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك قبل الفاتحة ما تقول فيه؟ قال: قل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الحديث. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى ألفاظ دعاء الاستفتاح فقال: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتفسير الحمد بالثناء لا يصح، فالحمد هو وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم، والقول بأن الحمد ثناء فيه نظر، فالحمد هو إخبار عن محاسن المحمود بعد حب مع حبه وتعظيمه، أو وصف الله بالكمال مع حبه وتعظيمه. لذلك جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ففرق بين الحمد وبين الثناء، والثناء هو تكرار المحامد مرة بعد مرة، والثناء هو تكرار المحامد مرة بعد مرة. لذلك قوله: وبحمدك أي ثناء عليك، فيه نظر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ: ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود، وبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. ثم ذكر الاستعاذة بعد استطرادا بعد ذكره لدعاء الاستفتاح. والسنة أن يستعيذ المصلي سرا بقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة تكون في الركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح. والاستعاذة فيها امتثال لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ سرا في الصلاة، أنه كان يستعيذ سرا في الصلاة. ثم فسر المصني معاني الاستعاذة فقال: أعوذ أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة بالله هي طلب العوذ من الله عند ورود الأمر المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الحماية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. ثم ذكر رحمه الله تعالى الركن الثالثة من أركان الصلاة، الركن الأول القيام مع القدرة، والركن الثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة. ثم ذكر الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والدليل على أن قراءة الفاتحة ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب تسمى بأم القرآن وتسمى بغير ذلك، وأسماؤها الواردة في السنة كثيرة. وقد اختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل تجب على الإمام والمأمومين؟ ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أن قراءة الإمام تكون قراءة للمأمومين، وذهب الشافعي وجماعة من أهل الحديث إلى أن قراءة الفاتحة لا تسقط، والقول بعدم سقوطها عن المأمومين أحوط، والقول بعدم سقوطها عن المأمومين أحوط وأبرأ للذمة، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة، الحمد لله، الحمد ثناء ونالف الله والاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف مربي جميع العالمين بنعمه. العالمين، كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن، رحمة عامة بجميع المخلوقات. الرحيم، رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم يجازى كل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسها والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد وإلا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سواه. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، تسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين. وهم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى الفاتحة تفسيرا مختصرا، وتفسيره حسن، وهناك أمور لا بد من الكلام عليها. فقوله رحمه الله تعالى: الحمد ثناء، ذكرنا قبل ذلك أن الحمد لا يصح
القول بأنه ثناء، فالحمد هو وصف المحمود أو وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم، أو الإخبار عن صفات الله عز وجل مع حبه وتعظيمه. والثناء هو تكرار المحامد، فلا يصح بحال القول بأن الحمد هو وصف هو الثناء. ثم قال رب العالمين، قال الرب هو المعبود. الرب هو المعبود ليس من معاني الرب في كلام العربي المعبود، والرب في كلام العربي يرجع إلى ثلاث معاني: أولها المالك، وثانيها السيد، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه. فالرب هو المالك، وهو السيد، وهو القائم للشيء المصلح له، أو المصلح للشيء القائم عليه. فهذه هي معاني الرب الثلاث في كلام العرب. وليس من معنى الرب في كلام العرب أنه المعبود، لكن يلزم من كونه ربا أن يكون معبودا. فالله تبارك وتعالى يستدل بربوبية الله عز وجل في كتابه على ألوهيته، فقوله الرب هو المعبود أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا. الرب هو المستحق أن يكون معبودا. وفسر العالمين بقوله كل ما سوى الله عالم، والقول بأن كل ما سوى الله عالم قول فيه نظر، فإن هذا لا يعرف في كلام السابقين من المفسرين، ولا يعرف في كلام سلف هذه الأمة. والعالم اسم لكل فرد منتشر في جنسه، اسم لكل فرد منتشر في جنسه، يسمى الواحد عالما. فعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الحيوان تسمى عالما. أما القول بأن كل ما سوى الله يسمى عالما فهذا لا يصح، فإن الجنة سوى الله ولا يسمى ولا تسمى عالما، والنار سوى الله ولا تسمى عالما، والعرش سوى الله ولا يسمى عالما. لذلك القول بأن العالمين هم كل ما سوى الله فيه نظر. وكذلك قوله الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة عامة بالمخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. التفريق بين الرحمن والرحيم بأن الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين فيه نظر. قال الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ذكر الناس، والناس لفظ لكل متحرك من كافر أو مسلم، ذكر أنه رحيم بهم. فذكر الرحمن أو ذكر الرحيم في بعض الآيات مع المؤمنين لا يدل على أن الرحيم خاص بهم. لذلك التفريق بين الرحمن والرحيم الصحيح هو أن يقال أن الرحمن يتعلق بوصف الله عز وجل، أن الرحمن يتعلق بوصف الله عز وجل. فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم يتعلق بفعل الله عز وجل، لأن الرحيم هو الذي يوصل الرحمة لعباده. فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو الذي يوصل الرحمة للعباد. فالفرق بينهما أن الرحمن اتساع الرحمة، هذه وصف لله عز وجل يتعلق بوصف الله تعالى. إيصال الرحمة للعباد سواء كانوا كفارا أو مسلمين هذا فعل لله عز وجل. فالرحمن يتعلق بوصف الله عز وجل، والرحيم يتعلق بفعله. أفاد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. وباقي ما ذكره رحمه الله تعالى تفسير حسن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أربعة من أركان الصلاة، وهي الركوع
والرفع منه والسجود والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. وهذه الأربع الدليل على ركنيتها تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي لم يحسن في صلاته، أمره بالركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، ودل عليها أدلة غير ذلك وسيأتي. أما السجود فإنه يكون على سبعة أعظم، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن عباس أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الكفان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الركوع لا يصح إلا إذا جمع بين الجبهة والأنف في سجوده، وذهب الحنفية إلى أنه إذا سجد على أنفه أو سجد على جبهته صح ذلك منه، وذهب المالكية إلى أنه يصح سجوده إذا ركع أو إذا سجد على جبهته فحسب. والصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم، فلا يصح السجود إلا على الجبهة والأنف، لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثة. ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن التاسع والعاشر من أركان الصلاة: الترتيب والطمأنينة في جميع الأركان. وذكر الدليل على هذه الأركان بقوله: والدليل حديث المسيء صلاته. ووجه دلالة الحديث بينة، لكن المراد التنبيه عليه أن تسمية الحديث بحديث المسيء صلاته لا تصح لأمرين اثنين: أحدهما أن هذه التسمية لم توجد عند المتقدمين من الأئمة السابقين، فلا تجد هذه التسمية عند المصنفين في القرون الثلاثة الأول، فلم يسمى هذا الصحابي بالمسيء صلاته، فلا تجد ذلك في كتاب من كتب السنة. فعدول السابقين عن تسمية هذا الرجل بالمسيء صلاته يجعل من يأتي بعدهم يعدل عن هذا اللفظ. الأمر الآخر أن الإساءة هي تعمد المخالفة مع علم، وهذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم، لذلك قال: لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله. فهو لم يحسن الصلاة لجهله بالصحيح في الصلاة، ولم يكن ذلك عن تعمد لفعل الخطأ، فهذا اللفظ ينبغي أن يترك، فلا يقال بحديث المسيء صلاته، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أولى الناس أن يلتمس لهم الجميل، وأولى الناس أن يبعد عنهم كل ما يظن فيه حطا وحضا وانتقاصا من الألفاظ التي تستعمل مع الناس. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
هم في الذروة العلوى العليا، وهم في المكانة الرفيعة من الناس أجمعين. لذلك يترك هذا الاسم ولا يقال أن هذا بحديث المسيء صلاته لهذين الأمرين الاثنين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير ركن، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والخضوع والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات: الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله، وشهادة أن محمد عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمين الدعاء وبارك، وما بعدها من الدعاء سنن وأقوال. ثم ذكر رحمه الله تعالى التشهد الأخير، وذكر أنه ركن من أركان صحة الصلاة، وذكر التشهد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها ركن عند الحنابلة. وليست الصلاة كلها ركن عند الحنابلة، وإنما الركن هو قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما بارك على محمد وعلى آل محمد فليست ركنا، لذلك قال: وبارك وما بعدها سنن أقوال. لذلك الركن عند الحنابلة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون المباركة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنها من التشهد كلها كاملة، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فإن التشهد يقرن مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتشهد المتشهد سواء كان في التشهد الأول أو كان في التشهد الثاني، ويصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى بعض ألفاظ التشهد، وذكر أن قوله صلى الله عليه وسلم في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال معناها: تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. وقبلها قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال: تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله عز وجل. وهذه لفتة حسنة من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يريد أن يبين للناس أن من يدعى له لا يصح أن يدعى مع الله عز وجل، فإن الدعاء خاص وحق لله تبارك وتعالى. وكذلك يقال في هذه المسائل
أن التشهد ورد بعدة صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها تشهد عمر، ومنها تشهد عائشة، ومنها تشهد ابن عباس، ومنها تشهد ابن مسعود، ومنها تشهد أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وأصح هذه التشهدات سندا هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد أخذ به مال وقد أخذ به أحمد والشافعي رحمة الله عليهما. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو وعمدا بطلت الصلاة بتركه، والله أعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الواجبات، وهي ثمانية: أولها جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، فكل تكبيرة ينتقل بها المصلي من مكان في مكان إلى مكان في الصلاة فإنها واجب، إذا تركها تجبر بسهو، تجبر بسهو. وبدء التكبير يكون مع الشروع في الانتقال، لذلك من الخطأ العظيم ما يفعله بعض الأئمة أنهم لأجل هذه الأجهزة يكبر للركوع وهو واقف، أو يكبر للسجود وهو ساجد، فمكان التكبير حين الانتقال، فمكان التكبير حين الانتقال. وأيضا ذكر الواجب الثاني وهو قول سبحان ربي العظيم. من الواجبات قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم غير هذا الذكر، مثل قوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فجميع الأذكار التي تصح في موضع واحد فعل واحد منها يكفي. وصح أيضا زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده، فهي زيادة حسنة وإن كان بعض المتقدمين على تضعيفها. ثم ذكر أيضا من الواجبات قول سمع الله لمن حمده، وقول سمع الله لمن حمده تكون لمن يصلي منفردا، ومكانها عند الانتقال، فمن صلى منفردا وانتقل من ركوع إلى اعتدال منه فإنه يملأ هذا الانتقال بقول سمع الله لمن حمده، بقول سمع الله لمن حمده. وهذه يقولها الإمام الذي يصلي بالجماعة، ويقولها المنفرد، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده، واستدل بأمرين اثنين وتابعه على ذلك الألباني رحمه الله تعالى، وهذا قول ضعيف. فالحق هو أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. ثم ذكر الواجب الذي بعده وهو قول ربنا ولك الحمد، وقول ربنا ولك الحمد يقوله الإمام والمنفرد والمأموم، ومكانه عند القيام والاعتدال من الركوع. فالإمام والمنفرد إذا أراد أن ينتقل من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا قام وانتصب قائما فالواجب في حقه أن يقول ربنا ولك الحمد. وربنا ولك الحمد وردت بأربع صيغ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولها قول اللهم ربنا ولك الحمد باللهم والواو، وثانيها اللهم ربنا لك الحمد باللهم وبغير واو، وثالثها ربنا ولك الحمد بغير اللهم مع الواو، ورابعها ربنا لك الحمد.
بغير اللهم وبغير الواو، فهذه أربع صيغ صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقول سبحان ربي الأعلى، أيضا من الواجبات قول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، أيضا قول ربي اغفر لي وأقل ما تقال هذه الكلمة مرتين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. ويصح أيضا إذا صح عنده ذكر آخر في هذا الموضع، وقد صحح جماعة من أهل العلم اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني إلى آخره، وجماعة على تضعيفه. فمن صح عنده ذاك الذكر صح أن يكون هذا الذكر بين السجدتين. والتشهد الأول والجلوس له أيضا من الواجبات، التشهد الأول، والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه فلم يرجع له صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. الركن لا يجبر إلا بالإتيان به، فمن ترك ركنا سهوا إما أن يأتي به وإما أن تبطل صلاته، ومن ترك ركنا عمدا بطلت صلاته. أما الواجبات فما سقط منها عمدا بطلت الصلاة، فمن ترك قول الله أكبر عند الانتقال من التكبيرات بطلت صلاته، ومن ترك الواجب سهوا جبره بسجدتي سهو. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونكون بذلك قد أتينا على وجه مختصر على هذه الرسالة المباركة، وليرجع الجميع إلى كلام أهل العلم في هذه المصنفات التي علقنا عليها في هذه المدة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل من الجميع. جزاكم الله خير وبارك الله.